أبواب الرجاء اللامس مشروع خاص بالمكفوفين أطلقته جمعية ريد أوك في وزارة الثقافة بالتعاون مع متحف أوميرو الوطني الإيطالي، يركز بشكل خاص على الاندماج الثقافي والاجتماعي للأشخاص المعوقين بصريا من أجل سبل جديدة متاحة للجميع لمقاربة الإرث الثقافي. هيدي المشروع أطلقته جمعية ريد أوك بالشراكة مع المتحف الوطني الحسي أوميرو يلي هو متحف بإيطاليا بأنكونا وبرعاية وزارة الثقافة، ومشارك كمان بالمشروع يعني من المتاحف يلي رح نتعاون معها هي متحف سرسوق، المتحف الوطني ومتحف مقام. نعتقد انه هيدي الشراكة اللي عملتها ريد أوك مع متحف أوميرو راح تكون فرصة للبنان انه يكون من البلدان النادرة بالعالم عم بيسمح للناس للجميع انه يختبر رؤية الفن من خلال اللمس. ولان حاسة اللمس هي اداة المعرفة الاساسية للمكفوفين، سيسهل المشروع لهؤلاء زيارة المتحف الوطني اللبناني، كما سيشكل خطوة تلبي حاجات المعوقين بصريا في ظل اهمالهم من الاجهزة الرسمية في ميادين مختلفة. لأول مرة نحن عندنا مشروع مميز اللي هو رح نكون من خلاله ومن خلال التدريب اللي رح نقدر نحصل عليه نستقبل المكفوفين بطريقة مختلفة، عادة بالمتاحف عدم اللمس. للمرة الأولى رح نقلهم للناس رجاء اللمس خاصة للمكفوفين. فمن خلال هالمشروع نحن عم نفتح مجال للذوي الحاجات وخاصة للمكفوفين إنه يجوا يتعرفوا على تراثهم وعلى المجموعة في متاحفنا. هذا المؤتمر مهم جدا لأنه مبادرة أولية لنجمع الطاقات بين الثقافة اللبنانية والثقافة الإيطالية لجعل التراث مورد للجميع. أبواب يرمي إلى رفع التوعية في صفوف المربين والمعلمين وأفراد العائلة حول أهمية تعليم الفن للمعوقين بصريا من خلال استحداث أدوات واستراتيجيات تعليمية للتربية الفنية والجمالية للمكفوفين.